السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إدارة المرافق هو علم بقاله فترة وليس جديد وليس ناتج من البيم، وإنما هو علم كان مستقل بذاته، عبارة عن إن أنا بدير المبنى والمرافق وببقى شايف كل الحاجات، كل الأجهزة اللي موجودة بتابعها، بحيث لو حصل أي خطأ أقدر أصلحه ولسه في بدايته وقبل ما حد يقدم أي شكوى فيه. طيب هنشوف دلوقتي ده منتج من شركة هانيويل. اول حاجه بعملها بدخل الاسم والباسورد بالشكل دوت، وبعد كده بتبدا تظهر لي الشاشه بيقول لي ان المبنى اللي انت مسؤول عنه ايه المشاكل اللي موجوده، ان شاء الله ما يكونش فيه مشاكل. ثانيه بثانيه بيبدا يعمل لي ابديت في درجه الحراره قد كذا، في الضغط قد كذا، في المكنه الفلانيه فيها مشكله فبصلحها، في ممكن من هنا يعني ممكن مجرد بس المكنه دي محتاجه انها تقفل وتتفتح تاني، تمام، تعملها ريستارت. بيبدأ يديني ريكومنديشن، بيبدأ يفكرني بتواريخ الصيانة، فدي بتبقى حاجة ممتازة جدا ان ما تستناش ان حد يقدم شكوى، ودي مستخدمة كتير جدا في المستشفيات، في المرافق بتاعة سكة الحديد، في المطارات، في الفنادق. سايت هيلث، ايه الحاجات اللي فيها مشاكل، ايه الحاجات اللي فيها كويسة، يبدأ يجيب لك كل حاجة. تقدر تشوف مكنة ايه الأجهزة اللي موجودة فيها، كل مكنة بيجيب لك الإعداد بتاعتها، البويلر بتاعتها، الهواء اللي فيها وهكذا، وأي حاجة بقى فيها مشكلة بيبدأ يديني ألارم أو تحذير. فبتبقى حاجة ممتازة جدا ان هو تبقى على اطلاع بكل حاجة بتحصل في المبنى.